كانت اليوم حسينا بعض الأسئلة تكررت حقيقة، أنه لو شهدنا الصحافة عدد الصحفيين المتواجدين داخل القاعة شهدنا كثير من وسائل الإعلام حاضرة، حوالي أكثر من 40 إلى 50 صحفي حاضر في القاعة. يعود المشكل إلى تنظيم الندوة الصحفية، لأنه لما تكون المدة طويلة تتميع الأمور، وخلانا نحس أنه الناخب الوطني جمال الماضي هو نفسيا موش مرتاح، هو نفسيا راه مقلق، هو راه متخوف، هو راه حاب بعض الأسئلة، وكأنه حسينا حب يقول لنا هاي لك مجموعة الأسئلة نحطوها لداخل وتقسموها أنتم وسقسوني شكم حبين. أنا أعتقد أنه لسنا الصحافة الجزائرية الوحيدة والأولية والأولى التي طرحت أسئلة للناخب الوطني جمال الماضي أو أي مدرب. بيب غوارديولا يضرب 20 إلى نصف ساعة يشرح للصحفي لماذا تم طريقة لعبه، طريقة لعبه ليست من طريقة كلوب، يعتمد على الشرح لماذا لم يعتمد على رياض محرز.